بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أشكر الأخ أستاذ يوسف الوردة على هذه الاستضافة. كنشكر جميع الإعلاميين والصحفيين والوسائل الرقمية اللي كيوصلوا الصوت ديال لهاد الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاق. نحن الجمعية الحسنية عفوا لسواعد السعادة للأشخاص المعاقين مستات، بغينا نوصلوا واحد الرسالة عبر منبر ديالكم الكريم لجميع الجهات المسؤولة على هذه المدينة وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة على إقليم مستات والمنتخبون برلمانيين ورئيس الجامعة، يعني الإكراهات والمعاناة اللي كيعرفها الشخص المعاق بصفة عامة وبصفة خاصة في مدينة مستات. مثلا كاين بعد الحدائق او الفضاءات العموميه في المدينه خاص يكون فيها بعد يعني اماكن مخصصه للشخص المعاق، كذلك هناك بعد اماكن يعني ديال قدام الادارات مثلا مؤسسات حكوميه لا يعني لا جماعه لا مستشفيات، خاص يكون واحد يعني واحد الاماكن مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه حيت عندهم السيارات ديالهم، خاص يلقاو واحد المكان مخصص محترم لذاك السيد اللي عنده السياره ديالو من ذوي الاحتياجات الخاصه. وكذلك السي يوسف المشكل العويص اللي كتعرفوا هذه المدينه وسيرته الشخص المعاق، يعني هو مشكل ديال المقر. كنلقاو واحد المشكل، هذا هو المشكل اللي كتعيشوا الشخص الجمعيه الحسنيه. دابا تقريبا الجمعيه الحسنيه تاسست تقريبا عندها في العمر ديالها تقريبا 5 سنين، وحنا كنتخبطوا بدون مقر. المقر ديالنا هو في دار الشباب، ما نكروش دار الشباب ديال الحي ديال كريم اللي فاتحين في الباب ديالهم في اي وقت، وكما يعرف الجميع بان دار الشباب يعني تتوفر فيها يعني الباب مفتوح لجميع الاصناف ديال الجمعيات، وما يمكنش الانسان من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني دار الشباب عنده واحد الوقت مخصص يعني كل فئه الحرفيه عندها واحد الوقت مخصص فيه. حنا من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني كيصعب علينا الشغل باش يعني يكون عندنا الاستمراريه في دار الشباب. لهذا نلتمس مره اخرى من جهه المسؤوله عبر المنبر ديالكم الكريم باش يلتفتوا ويلقاو لنا حل لهذا المشكل اللي كنعيشوا فيه الاستاذ يوسف. مشكل كبير، حيت دابا ملي فين كنتواصلوا مع الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا ذوي الاحتياجات الخاصه، والله كنتواصلوا معهم غير في المقاهي وعبر الهواتف النقاله، ويعني سيرتو الناس اللي باساجي والناس اللي زونديكاب اللي خارجين من مدينه سطات كتقول لي كيتصلوا بك كيقول لك اودي على الاقل باش نوجههم غير للتوجيه. كتقول لي فيك يعني كتقول لي بدنا نتلاقاو في دار الشباب، ودار الشباب كما عرف الجميع يعني عندها وقت محدد ديالها. ما بقى لي ما نقولها سي يوسف، كنشكرك الشكر الجزيل الله اللي باش يعني كتوصلنا باش يوصلنا الصوت ديالنا من خلال هذه الجريده المقرة المحترمه للجهات المسؤوله مره اخرى باش يلتفتوا لهاد الناس بعين الاعتبار ويعرفوا بان الشخص المعاق راه يعني راه كاين واحد التفاته كبيره من طرف سيدنا الله ينصرو اللي التفت لذوي الاحتياجات الخاصه، غير خاص هاد الناس يتفاعلوا مع ويطبقوا التعليمات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو. كنشكر الاخ يوسف اللي فتح لنا المجال باش نوصلوا الصوت ديالنا ونتكلموا في ما يخص كل ما يتعلق بالشخص المعاق في هذه المدينه ديال هي مدينه سطات. كما قال الاخ محمد انا كنزكي الهضره ديالو وكنقول بان راه الجمعيه محتاجه لواحد المقر اللي هو مقر يكون ثابت معروف لهذوك الناس ذوي الاحتياجات الخاصه باش نتواصلوا معاهم باش حنا نساعدوا باش تكون واحد التواصل عبر ذاك المقر اللي غادي يخصنا ان شاء الله. وبهذا كنقول شكرا للاخ يوسف مره اخرى على هذه الاستضافه باش يوصل لنا ان شاء الله الكلام ديالنا وتكون واحد التفاته من جميع المسؤولين. هذه نقطه اخرى الاستاذ يوسف الله يجازيك بخير، كاين اليوم هو دابا الحمد لله احنا على الابواب ديال اليوم الوطني للمعاق اللي هو ان شاء الله نهار 31 شهر 3 على راس كل سنه كنديبلاصاو للمركز محمد السادس اللي بسلا. كنلقاو واحد المشكل يعني في باش كنبغي ديبلاصاو كمكتب
باش كنمشيو تما دار محاضره خصنا يعني ما فيها باس الانسان اللي تعاونوا مع هذه الفئه هذه باش للتخفيف من المعاناه اللي كنعيشوا فيها والظروف اللي كنتخبطوا فيها. ملي كنبغيو نمشيو للمركز محمد السادس كاين بعض الناس مثلنا اللي محسنين كيعطيونا مثلنا شي كيديرنا الغازوال وكيديروا شي كي شي بعض الناس كيعطيونا السيارات ديالهم باش كنديبلاصا ولا لي روتور. لهذا يعني ما كرهتش هذه الجمعيه تكون عندنا يعني واحد وسيله ديال التنقل لهذه الجمعيه هذه. ومره اخرى كنشكرك الاستاذ يوسف على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها في هذه المدينه، جزاك الله خيرا وشكرا لك. We'll be right back.